اذا انفهم وين الارض اللي هي ارض فلسطين. وقلنا من بعده بقديش، قديش كان ماضي، قديش كان ماضي، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا. اول شيء خلينا شوية في لفيف. لفيف القط، الله سبحانه وتعالى بيقول وجنات الفافا، جنات الفافا. ايش الجنات الالفاف؟ لاحظوا، هي الجنات المتشابكة اغصانها واشملها تلتف بعضها على بعض. الناس بيحبوا هيك تكون في تشابك في الشجر والتفاف وتفاصيل، بس ما بتلاحظوا انه اجتماع الاغصان، اجتماع الاغصان والتفافها بعضها على بعض، لما بتتبع بدك تشوف منين جاي، تلاحظ انه كل واحد جاي من اصل مختلف، هم مجتمعين وملتفين على بعض. الاغصان الان، الاغصان لاحظوا مجتمعة وملتفة على بعض، لكن الان لاحظوا، الان بدي اترك النظر الى الاغصان والتفافها واشوف الجذور. لاحظ هذا اصل شجرة، هاي هذه شجرة تانية، هذه شجرة تالتة، هذه شجرة رابعة، هذه شجرة خامسة. اذا هذه الفروع الملتفة بعضها على بعض اصولها ايش؟ مختلفة. هذول هم اللفيف. اللفيف هي الجماعات المجتمعة الملتفة على بعضها البعض لأصولها شتى، لأصولها شتى. المختلطين من أصول شتى، المختلطين من أصول شتى، زي الجنات الألفاف اللي مجتمعة وجذورها مختلفة. طب بعدين بنشوف ليش هذا الكلام، إنه جذورها مختلفة وأصولها شتى. إذن الجماعات اللي أصولها شتى، ها، واجتمعت، وعلى فكرة اجتماعها يكون، لحظة، يكون اجتماع مع التواء، لأنه اللف كيف بكون، اللف كيف بكون. إذن هي تجتمع اجتماع ملتوي، ملتوي واختلاط لأصول مختلفة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعد ما عرفنا اللفيف اللي هم الجماعات، بلى، احنا قلنا سابقا انه اللفلفة معروفة شيء، خصوصا اللحامين لما بلفلفوا بياخذوا من هذه البقرة، من هذا، من هون، من اصول شتى، ويحط لك لوكية. طيب المهم لفلفة، ولما يلتفوا ناس على بعض يا اخوي، المهم فهو اجتماع في التواء، اجتماع في التواء، وجماعات تنتمي الى اصول شتى، جماعات تنتمي الى اصول شتى. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وشفنا قضية اسكنوا. فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا. اولا وعد الاخرة العجيب، وهذا بدلك انه المفسر، المفسر ابن عصره، واحيانا في قضايا لا يمكن تصورها، وبالتالي يضطر المفسر انه يبحث عن وجه للتفسير. فهنا تعبير وعد الاخرة لم يرد في القرآن الا مرتين، وعد الاخرة لم يرد في القرآن الا مرتين، وورد في الصيغة التالية في بداية سورة الاسراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وفي آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، والكلام في المرتين عن بني إسرائيل في بداية السورة وفي نهايتها، وفيش في القرآن وعد آخرة غيرهن، فيش في القرآن وعد آخرة غيرهن. وبالتالي كيف يعني ممكن نفسر وعد الآخرة في نهاية السورة غير عما فسرناه في بداية السورة؟ ليش؟ ليش؟ أنا أقولكم ليش. ممكن يفسروه الثاني على أنه اليوم الآخر، وبتلاحظوا أنه التفسير بركبش مظبوط لما يفسروه اليوم الآخر. ليش اليوم الآخر؟ ليش هو ورد في القرآن اليوم الآخر بهذا التعبير وعد الآخرة؟ لم يرد. فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا جاء وعد الآخرة.
فأراد أن يستفزهم، فإذا جاء وعد الآخرة حتى كما قلنا لاحظوا الكلمات الأربع، الكلمات الأربع، إذا فإذا جاء وعد الآخرة، تنتين بالطريقة هاي هو، وعن بني إسرائيل وعن بني إسرائيل. إذن ليش لا نفسر؟ خلص وعد الآخرة في نهاية السورة، هو وعد الآخرة في بداية السورة، هناك كان في تفصيل، هون في إجمال في الموضوع. ليش تفصيل الآن مش وقته؟ ليش هنا أجمل له ونفصل؟ فإذا جاء وكأنه بده يقول بهذا الشكل إنه طبعا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. إذن الله سبحانه وتعالى في التوراة كاتب لهم نبوءة، أرض فلسطين راح تفسدوا فيها مرتين، مرتين إفساد عن إيش؟ إفساد عن دولة، مجتمع مفسد، مش أفراد، لأنه هذا قضية إفساد الأفراد يومي ومش مرة ومرتين وعشرة ومليون. إفساد الأفراد أصلاً وين ما بيكونوا موجودين، ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، معناته هو عم بتكلم لأنه البداية كانت عن المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى، وبعدين على طول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. الكلام مرتين عن كيان مجتمع بده يفسد في الأرض المباركة مرتين، المرة الأولى قبل الإسلام، ومش وقته الآن للتدليل وإثبات هذا إنه قبل الإسلام، إثباته سهل، والمرة الثانية بعد نزول القرآن لم يكن لهم وجود إلا في 48، معناته جل واقع وفسر النبوءة بعد 1400 سنة بيان. وانت خلال 1400 سنة ما كانش فيه مجتمع يفسد، فيه مجتمع منهم يفسد هنا في هذا المقام. لكن هناك في نهاية السورة، سورة الإسراء، في نهاية سورة الإسراء كأنه لما قال وقلنا من بعد فرعون، بعد قديش قال، مش قضية لا يعني بعد قديش دخلوا أصلا فلسطين، وقلنا من، لأنه صار في تيه، وبعد التيه قلنا سكنوا، لأنه في الأول قال ادخلوا ما دخلوش، ما دخلتوش طب تيهوا، وبعدين سكنهم، بعدين سكنهم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، من أجل أن يتحقق وعد الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إذا بين الأولى والأخيرة وين بكونوا؟ خارج، كمان خارج. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، بعد السكنة الأولى رح يتحقق إيش؟ وعد الأولى، وعد الأولى بالفساد ثم بالإخراج. فإذا جاء وعد الآخرة، لأنه مكتوب عندهم تنتين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طب لماذا قال لفيفا؟ هون بعد ما فهمنا إيش معنى لفيفا، لأنه في المرة الأولى بيكونوا منتمين لأصل واحد، في المرة الأولى بيكونوا منتمين لأصل واحد، في المرة الثانية لما نجمعكم من الشتات مشان يتحقق وعد الثانية، والوعد الثانية وعدين، وعد بالوجود ونوجدوا، وعد بالزوال الوعد. على فكرة ما بتلاحظوا انه في وعد يقابل وعد؟ ما بتلاحظوا انه في وعد يقابل وعد؟ شو هو؟ هم بيزعموا انه في عندهم وعد، وعد لإبراهيم عليه السلام، انتقل لإسحاق ثم انتقل ليعقوب ثم انتقل كذا بملكية هذه الأرض، انتوا لكم وعد؟ طب شوفوا الوعد اللي عندنا شو هو. طب شوفوا الوعد اللي عندنا شو هو، لكم وعد، وعدكم بالأرض هاي، الوعد هذا هو، إفساد مرتين والإخراج في المرتين، هذا الوعد اللي بتقولوا عنه، انتبهتوا كيف؟ لاحظوا. إذن قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، من هون بدأت القضية، من هون بدأت القضية. أصلا قصة الإسراء ليش تذكر هذه؟ ليش تذكر النبوءة؟ عم بحدث الأمة الإسلامية بعد 1400 سنة، قصة بالضبط بالتفصيل مشان تفهم الموضوع. ولما جاب لك وعد الآخرة في البداية ووعد الآخرة في النهاية، في النهاية اللي بينهن، افهم اللي بينهن، كله منتمي للموضوع، كله منتمي للموضوع ليشرح لك التفاصيل كلها، وكيف بده يصير وكيف بصير، كيف بده يصير وكيف لازم يصير. طيب لاحظوا، قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض مشان تحقق وعد إيش؟ الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة ما بتكونوش زي المرة الأولى من أصل واحد اللي هو يعقوب عليه السلام،
لا، في المرة الثانية منجمعكم في حالة انتمائكم لأصول شتى، واجتماعكم اجتماع ملتف ملتوي، أصوله مختلفة، اجتماعه ملتوي، تمام؟ جئنا بكم لفيفة، تمام، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. قديش معنا؟ لحظة. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، سواء. شو هو اللي آمنوا به؟ القرآن؟ طب هو أصلا بتحدث معنى القرآن الوعد. آمنتوا ما آمنتوش سواء، صبروا أو لا تصبروا سواء. شو لحظة، بتؤمنوا بتؤمنوش بده يحصل، تؤمنوا بتؤمنوش بده يحصل. أنو اللي بده يحصل؟ الوعد. لحظة، اللي بدل أنه الوعد، كن قالوا بقصدوا القرآن. طب ما فهمنا، ما هو القرآن اللي جايب بالوعد، ما هو القرآن اللي جايب بالوعد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال راحوا فسروها أهل الكتاب. ليش؟ وين تقال القرآن عليه الكتاب إنهم أوتوا العلم؟ لا، هو قال عنهم أتاهم الكتاب. أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا، أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا، هو ما أتاهم العلم، هم عنده أتاهم الكتاب. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارها، لا يكون الحمار عنده علم. مين اللي أوتوا العلم؟ الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله.